إننا هنروح 35 شارع شامبليون، وصفنا العنوان وقلنا إننا هنطلع الدور الثالث وهنقف قدام شقة 17 وهنفتح الباب علشان نشوف جوه أوضة وصالة ابتدى فيهم شخص ما مشروع ما. لكن لما فتحنا الباب ما لقيناش أوضة وصالة، لقينا عالم كبير جدا، ولقينا سنين طويلة من العمر، ولقينا كتب كتير مرصوصة، كتب بتدرس سينما وكتب بتدرس علم الحياة، ولقينا ناس كتيرة كاتبة تاريخ دخولها، ولما دخلوا الشقة دي وحطوا رجلهم فيها لأول مرة إزاي مستقبلهم اتكون وحياتهم اتشكلت. وعلى كل الأغلفة والكتب دي لقينا كلمة واحدة: شاهين. ده معادنا النهاردة. علاقتي بشارع شامبليون كانت لما الأستاذ يوسف شاهين طلبني أعمل فيلم حدوتة مصرية. دي كانت أول علاقتي بيه إن أنا أروح له. أنا أعرفه طبعاً قبل كده، لكن هو مش عارفني. أهمية الشارع ده إن مكتب يوسف شاهين كان في الشارع ده، فكل فنانين مصر كانوا موجودين في الشارع ده. إحنا كنا مقيمين هناك تقريباً، كل بروفاتنا، كل اجتماعاتنا، كل تفاصيل حياتنا اتخلقت في الشارع ده. أو أنا بالنسبة لي ابتدت حياتي الفنية مع أستاذ يوسف شاهين من خلال مكتبه 35 شارع شامبليون. دخلت ما دخلنيش على المكتب بتاعه، هو عنده مكتبه مع مسيو جابي وعنده مكاتب تانية. فأنا دخلت لقيته قاعد مستنيني، قال لي أنت مالك طويلة كده؟ قلت له يعني إيه؟ ما أنا طويلة. قال لي وشعرك أصفر؟ قلت له أيوة. أنت مش عارف إن أنا شعري أصفر؟ قال لي لا لا، لازم شعرك يبقى أسود ولازم تقصري شوية. قلت له ليه؟ مش البطل اللي قدامي نور الشريف ده طويل قوي وفرع وجميل وزي الفل. فقال لي كمان أنت قلت الأدب ولمدة بتردي عليا. دي كانت أول مرة ألتقي بيه أتكلم معاه. خدت السيناريو وروحت البيت وقعدت. أنا قريت السيناريو 10 مرات ما فهمتش حاجة. قلت يا نهار اسود أنا مش فاهم حاجة، يا بنت اعتذري وهربي علشان إيه ما ينفعش. هربت واعتذرت. 3 أشهر لقيت أستاذ يوسف شاهين فين؟ في البيت عندي. قال لي هتيجي تعملي الدور. فتح دولابي، نقى كل هدومي بتاعت كل الفيلم، قال لي ده لبس المحكمة وده لبس باريس وده لبس كذا وده لبس كده. ومضيت العقد وعشت معاه في شارع شامبليون. مفيش حد مش عارف يوسف شاهين في شارع شامبليون، مفيش حد مش عارف ان اي فنان لما بيخش شارع معروف عشان هيلف عشان هيروح يركن عند الأستاذ يوسف شاهين في شارع شامبليون. مفيش بني آدم ما بيحبوش. وإحنا لما كنا ننزل نتمشى معاه ممكن نروح ناكل كشري عند طارق، ممكن نروح نعمل مش عارفة إيه، ممكن ناكل من أول الشارع معرفش إيه. الحياة كانت سهلة قوي وكانت جميلة قوي، وكان كل حد هناك عارفك وإنت عارف كل الناس. فكان بالنسبة لنا شارع شامبليون ده حاجة يعني أنا لو خبطت على أي بيت متهيألي هيبقى عارفني وأنا عمري ما دخلته. مرة واحدة دخلت مكتب الأستاذ يوسف بعد وفاته. أنا عايزة أقول لك إن المكتب كان مظلم وحزين، وأقسم بالله إن أنا ما قدرت أخش المكتب تاني لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي.